بعد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب سموه فيها عن تهنيه الخالص بنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ. أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الذي له الأثر البالغ في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال علوم واستكشاف الفضاء، ومثنيا سموه على جهود الكوادر الإماراتية في إنجاز هذا المشروع الذي يعد فخرا للأمتين العربية والإسلامية وكافة البشرية. أعرب سموه عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل النجاح والتقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هنأه سموه خلالها بنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ. أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز العلمي التاريخي وبالكوادر الإماراتية التي حققته بما يعزز من مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، وهو ما يشكل إنجازا تفخر به الأمتين العربية والإسلامية. وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات الشقيقة بتحقيق المزيد من الريادة والإنجاز في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ. وأشاد صاحب السمو الملكي العهد رئيس مجلس الوزراء بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بجهود أبناء الإمارات الشقيقة، ومنوها بالدور الذي يطلع به هذا الإنجاز في ترسيخ المكانة العلمية والحضارية لدولة الإمارات، والذي يعد فخرا للعالمين العربي والإسلامي ويسهم في خدمة البشرية جمعا. أعرب سموه عن تمنياته لدولة الإمارات استمرار التقدم والنجاح والازدهار من أجل خير ورفعة شعبها الشقيق.